أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تي في، ننحاز فيها إلى التنوع والإبداع وإلى الفن وإلى تقديم عمل يعني بمحتوى جيد يليق بمستوى من يتابعنا ومن يشاهدنا. حكاية اليوم حكاية العناوين البراقة. غواية العناوين وصناعتها صناعة حرفية يتقنها رجال الصحافة أو إعلاميون أمضوا سنوات طويلة في العمل الصحفي بمهنية ومهارة فائقة، غايتهم جذب مزيد من الجمهور. فالعناوين هي كرة الثلج العائمة وسط المحيط، لذلك لا نرى منها إلا الأعلى، أما الأسفل فيترك للخبراء. لذلك لا ريب أن تجذب هذه العناوين البراقة بمنشطات كبيرة جدا وبكلمات منتقاة بشكل دقيق انتباه الكثيرين من الجمهور وممن يمرون مرور الكرام، وتستوقفهم هذه العناوين يعني نظرا لظرفتها أو لما تحتويه من صيغ المبالغة. مثلا من بين العناوين التي أثارت هذا الأسبوع يعني مقال على موقع أشكرين مدمنة على الجنس مارست مع 130 رجلا بطجبة وتصرف عن صحف بريطانية، وبعد بحث يعني في جوجل وجدت عناوين مشابهة. مثلا مدمنة على الجنس تروي كيف عاشرت 5 شبان وأعطوها حبة مخدر. عنوان آخر تركت أولادها لأيام في السرير كي تمارس الجنس مع مئة رجل. مدمنة على الجنس أقامت علاقة أكثر من 200 رجل وتابت على يد ابنها. يعني الملاحظة الأولى يعني صيغ مبالغة. بالنظر إلى هذه المقالات ومقالات مشابهة ومواضيع تعج بها منصة اليوتيوب، يعني هناك نوع من التشابه في هذه المقالات، لا يتسع المجال لذكرها، ولكن يعني أن المواقع الإخبارية وبعض القنوات على اليوتيوب تلتجئ إلى هذه الطريقة نظرا لأنها هي الصنارة التي ترمى من أجل صيد وفير لزوار كثر وللباحثين عن هذه المقالات. يعني عمق هذه الفكرة هو العزف على الوتر الحساس لفئة عريضة من الشباب العربي ومن يعني الباحثين عن الجنس وعن الرغبات المحمومة. وكذلك يعني هذه المقالات لها جاذبية خاصة. بالعودة إلى صلب الموضوع، هل بالفعل يمكن أن يكون هناك شيء اسمه الإدمان على الجنس؟ وإن كان بالفعل إدمان على الجنس، هل هناك يعني سنتخطى هذه العتبة أنه على شكل الإدمان على الكحول وعلى المخدرات وعلى القراءة وعلى المطالعة والسفر، ولكن بنسب متفاوتة ونسب مختلفة؟ نعود إلى علماء النفس. حين تكون علاقة المرء حسب علماء النفس، حينما تكون علاقة المرء قهرية وغير سليمة مع شيء ما، فإنها تؤثر على حياته اليومية
تأثيرا كبيرا، ومن غير المستبعد أن يصبح اللجوء إلى الجنس ولا إلى المخدرات ولا إلى أشياء أخرى وسيلة لتخدير المشاعر السلبية اليومية كالتوتر أو كالاكتئاب، كما أن كثيرين يشعرون بنشوة من سلوكهم الجنسي، وهي نشوة آنية ولحظية قد تكون آنية للهروب من الواقع ومن صعوبات الواقع، وبعد ذلك يتبعها عادة الشعور بالخزي والفراغ وقلة الحيلة. الإدمان على الجنس يصيب الرجال كما يصيب النساء على حد سواء، ومن علاماته أن المدمن على الجنس يجد صعوبة في العناية بعمله أو وظيفته، ويلحق الضرر بنفسه وبعلاقته مع الآخرين. كما أن المدمن على الجنس يعني مع مرور الزمن يتفاقم هذا الإدمان إلى حالات لا يمكن التحكم فيها ولا يمكن السيطرة عليها. لذلك يعني تبقى الوسطية والتحكم في الغرائز من الأمور الجيدة للسيطرة على هذه الغرائز الجنسية وشهواتها المحمومة. نعود إلى الصحافة. في الصحافة الشعبية يتم التسويق لمهادم المواضيع بعناوين براقة، رغم إدراك الصحفيين وهؤلاء الإعلاميين عما تسببه هذه القصص من نماذج سيئة للمراهقين واليافعين وللأشخاص الذين يقلدون أي شيء على سبيل التجربة دائما، يعني خصوصا في صفوف الشباب واليافعين، يعني الأمر يزداد حدة نوعا ما. لذلك احذروا دائما المقالات التي تكون بصيغة المبالغة، فإن أضرارها أكثر من حسناتها. نأتي على نهاية هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله. كان معكم عبد الله الثورة، وإلى لقاء آخر، كل المودة والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.